types of Portland cement. أنواع الإسمنت البورتلاندي. واحد Ordinary Portland cement. الإسمنت البورتلاندي الاعتيادي. Type 1 اللي هو نوع واحد. يطور مقاومة جيدة. 2 يستخدم بالأبنية والطرق والخزانات والأبنية الخرسانية المسلحة والوحدات البنائية. 3 لا يستخدم بالمناطق المتعرضة لأملاح الكبريتات. 2 Modified Portland Cement Type 2 الإسمنت المعدل. هذا النوع من الإسمنت يطلق حرارة إماها أعلى من الحرارة الإماها اللي يطلقها اللوهيد سيمنت، لكنه يطور مقاومة مساوية إلى مقاومة الإسمنت البورتلاندي الاعتيادي. يوصي باستخدامه بالمنشآت المطلوب منها توليد حرارة معتدلة، وأيضا بالمنشآت اللي يحصل بها تعرض متوسط لأملاح الكبريتات. ثلاثة رابيد هاردنينج بورتلاند سيمنت. الاسمنت السريع التصلب اللي هو تايب 3 يستخدم بالمناطق الباردة. الكويك هاردنينج يكون سريع التصلب، يحصل على مقاومة عالية بالأعمار المبكرة instead of using rich mix بدل ما أستخدم خلطة غنية بالإسمنت. بهذا النوع من الإسمنت تكون C3S عالية وC2S قليلة، وأيضا عند صناعته راح تكون عمليات الحرق والطحن جيدة. هذا النوع من الإسمنت تكون نعومته عالية. For low heat Portland cement الإسمنت الواطئ الحرارة Type 4 هذا النوع من الإسمنت يحتوي على C3S والC3A تكون قليلة والC2S تكون عالية مقارنة مع الإسمنت البورتلاندي الاعتيادي. يقلل ويأخر من حرارة الإماهة. مقاومته المبكرة تكون قليلة بحيث تكون عمر 7 أيام مقاومته مساوية إلى نصف مقاومة الإسمنت البورتلاندي الاعتيادي، وبعمر 28 يوم مقاومته مساوية إلى ثلثي مقاومة الإسمنت الاعتيادي. يستخدم بالكتل الخرسانية الضخمة. 5 Sulfate Resisting Portland Cement الإسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات Type 5 يقاوم تأثير أملاح الكبريتات. يستخدم بالمناطق المتعرضة للتربة والمياه الجوفية. يطور مقاومة مبكرة أقل من المقاومة اللي يطورها الإسمنت البورتلاندي الاعتيادي. لون C3A يحتوي على نسبة قليلة من C3A لكن هاي C4AF. المواصفات القياسية العراقية رقم 5 لسنة 1984 حددت الماكسيمم C3A content by 3.5. محتوى C3A بهذا النوع من الإسمنت راح يكون كماكسيمم اللي هو 3.5. Types of non-Portland cement أنواع الإسمنت غير البورتلاندي. 1 High Alumina cement الإسمنت العالي الألومينا. مواصفاته يكون dark color لونه غامق. يستخدم نوع من الأطيان اللي تكون عالية الألومينا تحتوي على
Al2O3 اللي هو أكسيد الألمنيوم أكثر من 75%، with chalk، chalk اللي هو الحجر الجيري تبع شيري. إيقاعهم للحرارة وأملاح الكبريتات والمواد الكيميائية. سريع التصلب وحرارة الإماهة اللي يطلقها تكون عالية. Chemically unstable، كيميائيا غير مستقر. لينسلاك سمنت، سمنت الخبث، رمزة IS. يتكون من الأوردينري سمنت، الاسمنت الاعتيادي، زائدا السلاج اللي هو الخبث. إيقاعهم أملاح الكبريتات وأملاح الكلوريدات. تطور مقاومته يكون قليل بالأعمار المبكرة، مقاومته بالأعمار المبكرة تكون أقل من الأسمنت البورتلاند الاعتيادي، لكن بعد شهرين تكون مقاومته مساوية إلى مقاومة الأسمنت البورتلاند الاعتيادي. 3 بوزولانا سمنت، الأسمنت البوزولاني، رمزة IP. هذا النوع من الأسمنت يتكون من الأسمنت البورتلاند الاعتيادي زائد البوزولانا. تعرف البوزولانا هي مواد سيليكية وسيليكية وألومينية تتحد مع هيدروكسيد الكالسيوم لكون مركبات تمتلك خواص سمنتية. أربعة إكسباندد سمنت، الأسمنت التمددي، يتميز بانكماش قليل بعد التصلب. هو عبارة عن أوردينري بورتلاند سمنت زائد إترينجايت، أو أوردينري بورتلاند سمنت زائد الجبسوم أو عامل تمددي. الجبسوم والعامل التمددي هما اللي يكونون الإترينجايت. يستخدم لمعالجة خرسانة قديمة مع خرسانة حديثة. 5 وايت سمنت، الاسمنت الابيض، راح يكون يحتوي على عنصر الحديد بنسبة قليلة جدا بحيث يكون اقل من 1%. يحرق بافران نظيفة، كماش عالي، مقاومته قليلة. 6 اويل ويل سمنت، سمنت ابار النفط، يستخدم لملء الفسحة بين الفولاذ وجدران البئر لمنع تسريب الماء أو الغاز في الطبقات اللي تحتوي على النفط.